الخبر ده جاي لي في ملعبي، لان انا عايزه ابعت تحيه كبيره جدا جدا لليوم العالمي لاصحاب التذوق العالي عشاق القهوه. طبعا تحيه لليوم وبتذوقوا القهوه اللي زي حالاتي وحالاتك لو ليكي في القهوه وحالات كل الناس محبي القهوه. ومحدش يقول لك تفلسفوا، ان نتفلسف في القهوه براحتنا لما يكون البن متكلف ومعمول حلو، سواء غامق او فاتح، محوج او مش محوج، سريعه او مش سريعه، يبقى براحتنا. دي مناسبة عالمية مخصوص عشان تكريم مشروب القهوة، ونشوف بقى أهمية القهوة في حياة الناس وإزاي ممكن تكون وسيلة للتواصل. في ناس ما بتعرفش تشرب القهوة غير مع حبايبها، في ناس ما بتعرفش تشرب القهوة غير وهي فرحانة وبتشارك حاجة حلوة مع الناس، وفي ناس طبعا بتشرب القهوة وهي متنكدة عشان خاطر الدنيا كانت غامقة عليهم شوية. بس يا ترى القهوة بالنسبة لكم انتوا ايه؟ وايه مواقفكم مع القهوة؟ سيبوا تعليقاتكم عن موضوع القهوة على صفحة البرنامج، على ما نروح مع حضراتكم كده للناس في الشارع ونزلنا وشفنا يا ترى القهوة بالنسبة لهم ايه. انا عن نفسي القهوة اسلوب حياة بتظبط مودي وتفوقني، وتعالوا نشوف الناس قالوا ايه ونرجع تاني. مدى ارتباطي بيها ان انا يعني انا اتعودت ان انا اشرب قهوه، فخلاص بقيت بصحى كل يوم مثلا فبشرب قهوه. قهوه بالنسبه لي يعني حاجه يوميه، القهوه باللبن خاصه يعني، لان ما بحبش استاده. انا دلوقتي بذاكر او ورايا حاجه محدده بعملها في شغلي او في حاجه، فبشربها عشان افوق بس شويه. القهوه مفيده، بتنشط الواحد طول اليوم يعني، الصبح الواحد بيشربها قبل ما ينزل الشغل، واخر النهار برضو كوبايه. لا بالعكس، بتظبط مودي لما اكون لسه صاحي بتاع، بشرب قهوه بفوق شويه. لا صح صح موت، منبهه شويه، وعرفنا من الدكاتره ان هي مفيده للقلب، بس ما نكترش اكتر من 2 أو 3 في اليوم. لازم 4 أو 5 في اليوم كده، فرنساوي ساده سكيتو كده يعني، بس اهم حاجه من غير سكر. لازم اول ما اقوم اشرب قهوه الصبح. ما ينفعش مثلا يوم قبل محاضره ابقى رايح من غير قهوه، صعب. بتظبط الجمجمه. انا بشرب قهوه بس مش كتير، بس لما بشربها بحس انها بتخليني مفوق ومركز اكتر. اقدر استغنى عنها؟ لا طبعا. لا بصراحه ماليش فيها، بحس ان هي مش بتاثر على مودي يعني، ما بتفرقش معايا قوي بصراحه. ساعات لما بتعبني قوي ما بشربهاش. لا اقدر استغنى عنها. لا لا ما استغناش عنها، هي كوبايه الصبح قبل ما انزل وكوبايه اخر النهار. لا انا شايف ان مش قادر استغنى عنها. لا ما اقدرش. مين ما بيحبش القهوه؟ بيتهيألي قليلين قوي اللي ما بيحبوش القهوه. ده غير كمان يا جماعه انه فوائدها للجسم رهيبه، يعني دي بتعتبر مضاد للاكسده، مهم جدا جدا للجسم، مهم جدا جدا للقلب. وعلى سيره القلب، طبعا احنا اول امبارح كان منورنا دكتور محمد عبد الهادي رئيس معهد القلب ومدير معهد القلب، وهو بيتكلم على انه القهوه اللي هو البن مش القهوه السريعه التحضير، ان هي قد ايه مهمه جدا جدا. وكان في نصيحه كمان منه انه اللي متعود يشرب القهوه سريعه التحضير يحاول كده يبدلها بالقهوه الكلاسيكيه بتاعتنا، البن الحقيقي، وما يبقاش اكتر من فنجانين في اليوم يعني. قفلنا ايه؟ بصي كل شويه تطلع دراسات تحببني في القهوه اكتر. طبعا اكتبوا لنا على صفحه انواع القهوه اللي بتحبوها ايه، يعني في سكيتو مثلا، سكيتو دي اللي هي القهوه اللي هي بدون سكر خالص، في سياوسي اللي هي قهوه مسكره جدا ما اعرفش بتتشرب ازاي الحقيقه، بس هي اذواق. في قهوه الجبنه، قهوه اهالينا في الجنوب في اسوان وفي كل منطقه الجنوب. الجبنه دي ايه بقى؟ بتتعمل على الفحم وعلى النار، هي ليها طريقه طبعا. انا اشربها بس انا اشرب حلو جدا. والقهوه العربي اللي بيكون لونها القهوة اخضر العربي موجوده طبعاً في دول الخليج، وموجوده عندنا برضو عند اهالينا في سينا وفي اماكن كتيره. انت بتحبي تشربي قهوه؟ في القهوه الخضراء. لا انا بصي سترونج اندبندنت، ساده على الريحه، ممكن غامق محوج. انا بحب دايما البن يا الوسط يا الفاتح، وعلى الريحه بس بحبها بقى مش بوش يعني مغليه. اهل لبنان هم اللي علموني القهوه المغليه دي طبعا. ده حقيقي. بصي يعني لك فيما تعشق مذاهب. صحيح. كل واحد بيحب القهوه ازاي، المهم ان انا بشوف اللي ما بيشربش قهوه ده فايته حاجه، مش هقول اكتر من كده يعني، بس فايته حاجه حلوه يعني، فايته حاجات كتير. فابقى يعني عشان ما ابقاش يعني مجحفه وابقى دكتاتوره، بس جرب لانك فايتك حاجات حلوه كتير. طيب